ازيكم؟ عاملين ايه؟ تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل فيديو عن حاجه جميله جدا فتح جديد عندنا في بورسعيد، ومن الحاجات اللي انا مبسوطه بيها جدا هي فتح جديد. ومن الحاجات اللي انا مبسوطه بيها جدا حشره وهنتي الحاجات الجديده الموجوده في بورسعيد. دلوقتي هنروح نجربها انا ورحمه، وهنقول لكم بقى احنا حسينا بايه وكده، وبعدين نقول لكم. يلا باي. واحنا دلوقتي قاعدين مستنيينهم لغايه ما يجهزوا المركب وكده. ده اسمه كاياك. طبعا بقى لما نرجع البيت هنعرف تاريخ البتاع ده ايه، ونقعد نتكلم عنه يعني. بس انا متحمسه قوي ان احنا متحمسه جدا يعني، ومتحمسه اكتر عشان الرحمه معايا يعني وكده اهوت، ودي كنا حاجه عايزين نجربها من زمان. تمام. بس وان شاء الله الفيديو يعجبكم ونعمل عظمة ان شاء الله. باي. ايوه. تعالوا نعرف ايه هو تاريخ الكاياك قبل ما نروح نعمل العظمة، وقبل ما نخوض التجربة ديت ناخد معلومة على السريع. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب جدا اي حاجة جديدة بعملها لازم ابحث عن تاريخها واصلها وفصلها وكده، فده اللي انا عملته. تعالوا نشوف انا جبت ايه. عايز اخدكم كده معايا في رحلة نعرف تاريخ الكاياك ده ايه، واول ناس استخدموه مين. يلا تعالوا نشوف. احنا دلوقتي بنستخدم الكاياك عشان نمارس بيه رياضة معينة، عشان النقل المائي فبنتنقل بيه، بنعمل بيه جولات. اي حد عايز يبحث عن مغامرة جديدة فهو بيستخدم الكاياك عشان يصطاد طيور او يصطاد اسماك، فده الحاجة اللي احنا بنستخدم بيها الكاياك. طيب ايام زمان خالص كانوا بيستخدموه في ايه، وايه اللي خلاهم ان هم اصلا يصنعوا القوارب؟ عايز اقول لكم ان اي حاجة احنا بنخترعها بتطلع من معاناة معينة، بنطلع منها بمنتج او بنطلع منها بحاجة. فتعالوا نعرف ايه كانت المعاناة بتاعتهم في الوقت ده عشان يصنعوا لنا القارب الحلو دوت اللي هو الكاياك. واجي انا في 2022 اجربه واستمتع بيه جدا مع اختي. قوارب الكاياك ارتبطت بشعب القطبي الشمالي، لان في الفتره ديت الدنيا طبعا يعني احنا اي ناس دارسه جغرافيا ان القطب الشمالي ده كله جليد، والحيوانات اللي هم يقدروا ان هم يصطادوها زي الموز او الدببه او كده بتبقى قليله جدا. وطبعا اي حد بيدرس جغرافيا هيعرف ان نقطه الزراعه قليله جدا، فهم هياكلوا ويشربوا منين؟ فكان بيعتمدوا اعتماد اساسي على البحر. في مشكله تانية، هم مش هيقدروا ان هم ينزلوا الميه لان البرد شديد جدا جدا، توصل لان هو الدنيا متجمده، كانت حياتهم قاسيه جدا، وطبعا معظم اكلهم من البحر. هيعملوا ايه؟ بداوا من حوالي 4000 سنه ان هم يصمموا قارب مائي صغير، هو عباره بالنسبه لهم كانهم زي ثوب، حاجه اللي هم بيلبسوها ويقدروا يجدفوا بيها بسهوله جدا، وبدأ ان هم يقفلوا فيه بنسبة 90% عشان يمنعه ان هو يغرق ويقدر ان هو يسبح على المية. شيء جيد جدا لمعظم سكان القطب الشمالي في الوقت دوت، لان كان زي ما قلنا ان هو كان صعب جدا ان هم يسبحوا في المية لانها كانت شبه متبقى. بدأوا ان هم يستخدموه في صيد الحيتان وصيد الفقمة، والغريب ان هم لغاية دلوقتي في 2022 بيصطادوا الحيتان. الموضوع دوت محتاج شجاعة وتصميم عشان يوصلوا اللي هم عايزين. انت عارف يعني ايه تصطاد حوت؟ عايزه اقول لكم ان اقدم قوارب الكاياك كانت في جزيره اسمها الوشيان، وكانت
في الوقت دوت على شكل كأنه منطاد، كان مصنوع من الهياكل الهيكل العظمي بتاع الحوت، وكان متغطي بجلد الفقمة، وظهرت القوارب ديت في جزر كتير في الوقت. بعد كده وبدأ ينتشر في أوروبا في أوائل القرن العشرين، وبدأ ياخد زي براءة اختراع في الوقت ده. وفي ألمانيا سنة 1906 اخترعوا، أنتجوا قارب كياك بينفع إن هو يتطور، إن هو يطبق زي ما بيقولوا. وأوسكار شبيك عمل رحلة تجديف لمدة 7 سنين من ألمانيا لأستراليا وهو راكب القارب دوت، اللي هو القارب اللي بيتطور. وبدأ إن هما يستخدموه في الحرب العالمية الثانية عشان حاجتين، عشان يقدروا إن هما يمشوا أماكن أراضي معينة العدو ما قدرش إن هو يكتشفها، أو إن هما يزرعوا الألغام في السفن الحربية في الوقت دوت عشان إن هما يفجروها. جت بقى القرن الماضي وبدأوا إن هما يطوروا صناعة القوارب الكياك وعملوها إن هي بتتنفخ، وواحدة واحدة ودوت من أكبر النعم للعالم كله إن هما طوروا في صناعة الكياك وبقى مصنوع من البلاستيك. لغاية وقتنا هذا احنا بنستخدمه احسن الرياضات المائية اللي موجودة دلوقتي. انا كده خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا زي ما انا استفدت بالظبط. يلا تعالي نروح نشوف تجربتي لأول مرة اركب الكاياك. لازم تاكلوا كويس قبل ما تنزلوا، لان المقاومه للميه اصلا بتجوع وصعبه. بس كان يوم ممتع، احنا لفينا معالم بورسعيد كلها في منت، وكنا في الاول كنا خايفين ما نحفظش الحركات، يعني لما تبقى عايز تمشي شمال لازم تجدفي يمين، لما تبقى عايز تجدفي يمين لازم تجدفي شمال. قلنا في الاول احنا مش هنعرف نعملها وكده، بس لما اشتغلنا فيها وكده، يعني لما بدانا يعني وكده، اتلقينا لا عرفنا واتقننا الحركات ومش عارفه ايه وكده، والناس كانوا ذوق جدا فاحنا مبسوطين جدا. وهنيجي تاني صح؟ ايوه هنيجي تاني ان شاء الله. كنا شايلين هم التصوير بس طلعوا بيصوروا. تصويرهم جميل جدا يعني، وذوق جدا جدا. مع السلامه.